مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وأيضا معنا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. احذر الكتابة على العملات الورقية، فذلك سيعرضك لعقوبة قانونية وفقا للتحذير الصادر من البنك المركزي. وتفاصيل أكتر عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. صباح الخير دكتور. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير. الحقيقة دكتور يعني احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ولكن احنا دايما بنحب يعني نبقى على مشاهدين يبقوا على دراية اكتر بكل ما هو جديد، فيعني حابين نعرف من حضرتك يعني موقف العملات المكتوب عليها يعني عبارات تذكارية او رسومات، يعني هل يستمر تداولها ولا بتمنع تماما؟ والله هو القانون البنك المركزي الجديد الصادر لوجهاز المصرف رقم 194 ل 2020 في المادة 59 منه حذر من هذا الامر، لان الامر زاد عن حد، يعني حتى لان احنا اساسا العملات الاجنبيه عشان خاطر ان في عقوبه تلقاها ان احنا ان البنك ما بياخدهاش او المتعاملين ما بياخدوهاش، الناس بتحافظ عليها. مزبوط. لكن العمله بتاعتنا دلوقتي بقت الناس بتكتب عليها حاجات تذكاريه وبتشوه، وده بتبقى اداه للتزوير، لان انا ما بعمل حاجه عليها ممكن تبقى اداه للتزوير فيها، لان انت بتضيف حاجات او تحط حاجات معينه. فالمادة 59 جت صريحة التي يحصل على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر الناد أو تشبه الناد كما يحصل إضافة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على الناد بأي صورة من الصور. وطبعا عشان يخلي الموضوع ده يعني جدي عامل غرامة، الحد الأقصى بتاعها 100,000 جنيه والحد الأدنى 10,000 جنيه. يعني هي دي العقوبه اللي يعني اللي هيتم يعني كشفه ان هو بيشوه او بيكتب على العملات الورقيه. بس يعني بس انا عايز اتكلم في الحته دي، العقوبه كبيره شويه، يعني مثلا برضو احنا الناس تداولت يعني سامت الموضوع ده يعني من زمان، فانت بتيجي تعمل عقوبه ما تعملهاش حد كده، لان العقوبه بتبقى كبيره قوي. مامور ضبط قضائي هيتردد في ان هو يفرطها. الحاجة الثانية ان انت برضو ازاي هتظبط الجريمة ديت، يعني انا ممكن انا اخد الوقت، احنا ممكن نقول ان احنا ما نتعاملش بالعملة دي، يعني مثلا انا معايا انا ما اقبلش اي نقد بالعملة المحلية في هذه الصفات عليها كتابة، لكن انا هو هيعرف منين اي الموظف هيعرف منين انا اللي فعلا نقطة مهمة دي يا دكتور، يعني دلوقتي اللي معاه مكتوب واخدها من حد، يعني ايه اللي يحصل؟ ما هو المفروض كان يبقى العقوبه ان انا ما اخدش ان العمله ديت لا يتم تداولها اي عمله، فانا ما انا كمواطن او كبنك اما اعرف ان انا لما اخد العمله ديت مكتوب عليها او زي العملات الاجنبيه الدولار، يعني حضرتك لو معاك دولار او اي او استرليني او كل واحد بيحافظ عليها لان عارف ان البنك مش هيرضى ياخدها او المواطن مش هيرضى ياخدها. حتى عقوبه، لكن انا اقول 10,000 و100,000 جنيه 100,000 جنيه العقوبه كبيره قوي. مظبوط. وازاي هتظبط ده؟ ازاي هيبقى الضبط هيبقى امتى؟ هتظبط مين؟ انت هتعرف بيعملها امتى؟ ممكن كده. فدي نقطة مهمة برضه، يعني انا عايز اعيد تشريع الحقيقة يعني. طيب يعني هو دكتور بس يعني صوت حضرتك يعني مش واضح، بس نحاول يعني نغير بس المكان. انا في مكان تاني اهو. تمام. حضرتك يعني اوضحت ان دلوقتي يعني اللي معاه يعني المفروض ان مش اي حد ياخد عمله مكتوب عليها. طيب لو فرد واحد معاه هذه العملات ممكن يعمل ايه؟ يتوجه مثلا للبنك يغيرها ولا البنك ساعتها يعني يفرض عليه عقوبه؟ برضه حابين. لا هو البنك في حاجه اسمها انفت يعني عملات غير اراديه، هو بياخدها ويصدر مكانها، فهو بيتوجه للبنك ويغيرها على اساس ان القانون هيتفعل. فهيتفعل، فاللي هيبقى معاه ممكن ما يعرفش يتداول بيها، فهو اللي معاه عملات يروح البنك هياخدها منه طبعا. تمام. طيب برضه ننتقل يعني لنقطه اخرى، وكتير من الناس يعني قابلت هذا الموقف، ان في بعض الاشخاص بيرفضوا التعامل مع الجنيه الورقي، يعني بحجه انه تم الغاء التعامل معه، حابين برضه نعرف صحه هذا الامر. لا هو ما فيش عمله محليه اتلغت، وديت اساسا لها عقوبه جنحه مباشره. يعني عدم قبول عمله معترف بها ده جنحه مباشره. فالجنيه بالتعامل معاه شغال وكل حاجه، وحتى المعاملات اللي هي كانت 5 قروش ما زالت يتم التعامل بها لو موجوده يعني.
فمفيش اي الغاء عمله، العمله بتصدر الجديده والتانيه شغاله لحد ما تنتهي. يعني الجنيه الورقي شغال وبرده ما اقل كمان فئه من الجنيه برده ما زال اللي فئه 25 قرش اللي كانت موجوده زمان وكده موجوده لسه عادي، لو حد ما بيتعامل بيها عادي، مفيش عمله اتلغت. تمام. طيب ايضا يعني احنا اسفين على الاطاله، ولكن يعني برضو حابين من حضرتك توضح لنا ان بعض البنوك اصدرت توجيهات باستبدال كشف الحساب الالكتروني كبديل لكشف الحساب الورقي، يعني بقى دلوقتي بيتبعت على البريد الالكتروني، هل تم تفعيل هذا الامر؟ طبعا وحابين نعرف اهميته عشان مشاهدينا بعض. طبعا تم تفعيل هذا الامر، وطبعا الامر له اهميه حيويه، ولان طبعا زي ما انت حضرتك عرفت ان كشف الحساب بيروح كل 3 شهور، ده الزامي كل 3 شهور للعميل للحسابات الداينه. تمام. وكل شهر للحسابات المدينه اللي هو واخد قرض يعني. تمام. فطبعا انا لما يجي لي حساب كشف الحساب بتاعي لما بتاع البريد يجيبه لي، يعني بتاع شهر 12 بيجي لي على شهر 3 اللي جاي او شهر 2، ده ان وصل وممكن ما يوصلش، لان طبعا العناوين زي ما انت عارف حضرتك ما بتبقاش مدونه صحيح، ممكن يكتب في الكره بيكتب القريه وخلاص. فممكن الكشف، وممكن الكشف ده حد ياخده تاني يطلع على سريته فأقول مشاكل تانية. أما الكشف الحساب الإلكتروني بيضاف بيجي على الإيميل بتاع العميل تاني يوم على طول انتهاء الفترة، يعني مثلا احنا في شهر 12 دلوقتي آخر 12، دي فترة دورية، دورية كشف حساب. مظبوط. الكشف الحساب بيجي تاني يوم، يعني يكون واصل دلوقتي فهو بيبقى على دراية بالحساب بتاعه، حتى لو في تلاعب في الحساب بتاعه بيقدر يتداركه في حينه ووقته. لكن انا لما كشف الحساب بتاع شهر بتاع 31/12 يجي لي في شهر 2، طب ما انا يعني اولا في ناس ما بتاخدش بالها من الحته دي، تقول لك انا ده لسه حاطط ايداع لسه الاسبوع اللي فات. فطبعا الكشف الحساب بيحل المشاكل دي، زائد بقى طبعا زي حضرتك عارف النواحي البيئيه طبعا طبعا. واحنا دلوقتي في عصر الالكترونيات والتحول الرقمي طبعا. التحول الرقمي المفروض من زمان طبعا. من زمان ده، وبعدين الناس برضو حتى في الاول هترفضه شويه، زي ما كان الاي تي ام ما كانت بترفض الكروت البلاستيكيه، ودلوقتي الناس كلها بتتعامل، سواء هو الشخص ده متعلم او غير متعلم، الكل بيتعلم ويعمل، وكل الناس لها ايميلات، وكل الناس لها عندها بتتعامل بالحاجات الالكترونيه يعني. مظبوط. المنظومات والمنصات الالكترونيه. مظبوط. تمام. يعني احنا دايما بنبقى يعني بنعرف الاخبار يعني من في هذا الشان من حضرتك يعني اول باول، وان شاء الله كده يعني نرى الافضل في كل الامور، وفي الاول وفي الاخر كل سنه وحضرتك طيب وسنه سعيده لحضرتك ان شاء الله. بشكرك جدا على المداخله دكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء والتشريع، بشكرك شكرا جزيلا.